الإيجار القديم معضلة كبيرة لكل المجالس التشريعية السابقة، حتى جاء مجلس النواب الحالي وبدأت تحرك المياه الراكدة في هذا الخصوص. وتقدم النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين بمقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وبالفعل بدأ مجلس النواب بعمل حوار مجتمعي لمناقشة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم. وكان الهدف من هذا الحوار هو الوقوف على تفاصيل مشروع القانون والاستماع لرؤى ومقترحات المؤجر والمستأجر حتى لا يضار أي طرف من هذا التعديل. ونفى الدكتور إسماعيل نصر الدين أن يطرد أي مستأجر من مسكنه في أي حالة من الحالات. المؤجر يصرخ: كيف شقة ثمنها يتعدى الملايين يحصل إيجارها بعشرات الجنيهات؟ والمستأجر يقول: حينما استأجرت الشقة قد دفعت جزءا كبير من بنائها وقت كتابة عقد الإيجار. ففي مصر أكثر من 6 ملايين شقة مغلقة لكونها مؤجرة إيجار قديم، ويعد ذلك إهدار للثروة العقارية في مصر. ولو حلت هذه المعضلة سوف تساعد على حل كثير من المشاكل الإسكانية، بالإضافة لصيانة تلك المباني، حيث أن أصحاب المباني لا يقومون بعمل الصيانة لها بسبب انخفاض الإيجار بصورة كبيرة جدا، والمستأجر أيضا لا يقوم بصيانة المبنى مما يعرض المبنى إلى الانهيار وتعرض سلامة المواطنين للخطر. لذلك كان هذا المقترح لتعديل قانون الإيجار القديم. فهل سيناقش القانون في الجلسة العامة كما هو مقرر، أم يدخل قانون الإيجار القديم ثلاجة مجلس النواب مرة أخرى؟ هل يعيد تعديل قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ هل تعود لافتة شقة للإيجار مرة أخرى؟ كل هذا وأكثر سوف تعرفه مع النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، مقدم مقترح التعديل مع وزيرة العقارات جنى مطراوي.